السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نبدأ الملف الأول، ملف المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من أزمة نقص المياه في العراق. إذ انطلقت تظاهرات في قضايا عفك في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، نظمها أهالي قرية سيد غازي والقرى المجاورة بسبب انقطاع المياه، وأمهل المتظاهرون الحكومة والجهات المعنية 10 أيام فقط لحل هذه المشكلة، مشكلة انقطاع المياه وتوفير البدائل المناسبة. أيضا طالبوا بتوفير الخدمات. دعونا نتابع هذه اللقطات من القادسية. من قرية سيد غازي في قضاء عفك محافظة الديوانية المنكوبة. هاي القرية صار لها سنين تعاني، ماي ماكو، أزمة بالماي، يترسون تناكر، التنكر ب5000، يعني اللي يريد يغسل يشتري ينتظر التنكر لما يجي، يقصون وصل تنكر ب5000. ماي ماكو، صار لهم سنين، كل الحكومات وكل المسؤولين ما سووا حل القرية تال سيد غازي. كهرباء ماكو، كهرباء مو زينة، ضعيفة، يعني كيبلات متهالكة، أعمدة كهرباء ماكو، محولات ماكو، كل شو ماكو. قرية منكوبة ومنسية صار لها سنين، وإلها موازنات وإلها حق، حالها حال المدينة وهي قريبة على المدينة، إلها حق. هاي الناس مظلومة صار لها سنين، اليوم طلعوا يوصلون رسالة للجهات المعنية ولمحافظ الديوانية سيد عباس الزاملي وإلى مسؤولين عفك، قائم مقام عفك وكل الجهات المعنية، نريدكم تسوون حل لهاي القرية، تحلون مشكلة الماي. ماي ماكو، أهم شي الماي. القناة يابسة، هاي القناة، شوف القناة، القناة يابسة مالتهم. هذا المشروع يابس، المشروع شوفوا قدامكم. وكهرباء ماكو، معدومة الكهرباء، الخطوط متهالكة من السبعينات، أعمدة ماكو، محولات ماكو. تسووا لهم حل، لازم تسووا لهم حل. هاي اليوم الناس طلعت، يعني إن شاء الله مستمرين يطالبون بحقوقهم. اولا هاي القرى، اولا قريه تال سيد غازي، اضافه للكويشه قريه الساده البشتيوي، قريه تال هميم، جاي تعاني منذ فتره طويله، يعني خلينا نقول ب7 سنوات من شحه الماء لهنا، من الماء انقطاع، وهت تشوف بعينك القناه تشغيل ماكو، بور الناقل للقرى ما يوصلنا، وظالين عاني. اضافه هذا الماي بالنسبه للماي، اما بالنسبه للكهرباء الاعمده متهالكه من 76 لليوم، محولات ماكو، كهرباء، وهاي الشغله تعبانه. والناشد المسؤولين اللي بالمحافظه بالقضاء يعني ينظرون ان سوونا حل، سوونا حل، يعني يجون لنا يزورونا يشوفونا. وبالانتخابات، فتره الانتخابات واعدونا وعود وقالوا يابا بيكون خير، والدليل ان شاء الله نخلي لكم مشروع للشاط، نجيب لكم بور ناقيل خام ماكو، لحد الان ما شفنا شيء. ولا كنا ما عجدنا من مراجعة ومناشدات. مشروع بيكم خير، الدليل والقضيه ان شاء الله جاي نمشي بيها وكل شيء ماكو. عرفت شلون؟ نلقي مقام السابق ونلقي مقام اللي وراه، فيكم خير وتدللون ان شاء الله. هذا الشهر، الشهر اللي وراه، ولحد الان كل شيء ماكو، لا هذا ولا القبله، ما سووا كل نتيجه. وهاي العالم شوفت عينك. سلام عليكم. سيدنا احرج شيء الماي، احرج شيء، يعني هسه الكهرباء نقول لها فتره خلي لي ما تروح، بس الماي شغلته تعبانه حيل، يعني الماي هاي الواد مشتري والله العظيم مالح، بيار توازيه مالحه بين ما بين، يعني شو تسوي الواد يعني. وهاي احنا نبعد عن القضاء 5 كيلوات، عن الشارع العام كيلوين ونص، عن الشط مال آل بديه، عن الشط مال آل بديه. بايام الانتخابات يجونا كل ساعه، يجونا يعني واعدونا بالماي، واعدونا بالكهرباء، واعدونا بكل شيء، وكل شيء ماكو. مشاهدينا الكرام، نستمر مع قضاء عفك والمشاكل التي يعاني منها، ونود ان نذكر هنا ان هذه الحلقه ستشهد الحديث عن مشاكل قضاء عفك بشكل اكثر من بقيه المناطق ايضا في العراق، بسبب المعاناة المستمرة التي يعاني منها أهالي القضاء، ربما أكثر من أقضية كثيرة موجودة في العراق. كما قلنا، مستمرون مع قضاء عفك في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، الذين أكدوا إصابتهم بأمراض جلدية بسبب استخدام مياه الآبار نتيجة لانقطاع المياه وتلوثها في مناطقهم. دعونا نشاهد.
هذا جرب تنوى هذا من الماء المالح وهسه جيت الساعة ب 12 ما سابح هذا من ماء البير هذا من ماء البير ها شوف الشمس الحرة جيت الساعة ب 12 خليت ما سابح توهم دبروا له ما سبحت هسه هاك بعد نبلل هذا راسي هو شوف الرأي هذا يعني ماي. سبحان المأساة سبحان عمي يا جماعة الخير شوفونا حل يعني هاي ولا 100 واحد اجى او اجت لجنة امريكية وراوتها شو اسمه المحافظ لكاي مقام مسؤولين الديوانية عمي المحافظ اللي اجوا لهنا قبل فترة وقالوا خليه على راسي وقالوا ابشروا وتدللون فازوا والحكومة صارت إلهم ماكو وين الوعد مالك يا اخي الفاز والما فاز ما يعرفك شنو انت هو بالانتخابات اجي ماكو بعد راح اليوم غسلت بماي بير عمي ماي بير وقوة دبرته معود انا مسوي بير ب 55,000 وتعال هاي الامه كلها تشهد تعال مشوفه 55,000 عدد الماطور وعدد البواري كم واحد من الدايح شفالي انت كم واحد واي ها كم واحد شكب شرفكم وما كنت تيجي ان شاء الله الله كريم سوون حل اذا ما سووا حل نتظاهر ونعتصم وكل شيء نسوي لان شغله الماي خطره يعني هاي حياه او موت اما ما تمشي الحياه بدون ماي يا معود والله ما تمشي اهم شيء الكهرباء والله حاربونا بيش ما كان بس بالماي سطروا علينا بالطحين نشتري من السوق الزيت نشترينا البطل بثلاثة بس هذا الماء منين نجيبه تحفر البير يجف ماكو فايدة البير قاع جفت حقيقي يعني بس بهاي حاربونا سيطروا علينا بس بهاي وما يعني ما شعبر بعد شعبر ما ملينا دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك حميد يقول أين الحكومة المحلية؟ خلي تشوف معاناة أهلنا قرية السيد مي ماكو أبسط مقومات الحياة ما يوفروها صدام يقول كل الأرياف المجاورة لقضاء عفك تعاني من شحة في المياه أو من شحة من المياه بسبب التجاوزات تعليق آخر لدينا من أبو صادق الشحماني يقول شبعنا خير قبل الانتخابات وبالخصوص أستاذ حسن دنين أعتقد هذا اسمه وعد بس يفوز كل الخدمات توصل وبعد ما شفنا لا الحكي ولا الخدمات طيب لدينا أبو سجاد المياحي يقول وين الوعود الكاذبة يا مسؤولين ومصطفى يقول ليش ما ينصبوا لهم مشروع مال مي على شط عفك قريب عليهم هناك أيضا تعليق من أبو علي يقول الناس تعبت الله أكبر جيبوا لهم ماء من الشط القريب عليهم عمي خافوا الله خلونا مشاهدينا نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل سيد عبد الرزاق حياك الله مشكلة الماء مشكلة معقدة وهي ليست جديدة هي قبل الاحتلال موجودة هذه المشكلة مع دول المنبع لكن شلون تشوف تعاطي حكومات ما بعد الاحتلال مع ملف المياه الملف اللي مثل ما ذكروا أهالي عفك مسألة حياة أو موت إذا ما تتعالج هذه الأزمات سيد عبد الرزاق تسمعني السلام عليكم شو أستاذ محمد السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بالبداية خليني أعزي أبناء شعبنا العراقي وعوائل الشهداء باستشهاد هذه التلة البطلة الشجاعة من جيشنا البطل في صلاح الدين وكركوك بالوقت اللي نعزي عوائل الشهداء نحمل المسؤولية كاملة لوزير الدفاع ووزير الدفاع وهيئة الأركان والقائد العام القوات المسلحة نحملهم كل خرق أمني وكل قطرة دم من عراقي نعم. مع الأسف طيب هذا كلام سليم طيب أنا هسه أريد أتناقش وياك طالما حضرتك فتحت هذا الموضوع ونرجع لقضية المي بعد لحظات السوداني تفضل. أعلن انتهاء وجود داعش في العراق تماما تمام وقال بأنه العراق نجح بالقضاء على كل الأوكار وكل الخلايا وانتهى وجود داعش ومن هالكلام لماذا إلى الآن لازلنا أو ما زلنا نشاهد هذه أو نسمع عن هذه
العمليات الحركات اللي يعني يقولون الحشد والحكومة تقول داعش. طيب أنتم مو قلتوا لعد يا قائد عام قوات مسلحة مو قلت انتهينا من داعش؟ شنو السبب أو تفسير استمرار عمليات عسكرية هنا وهناك؟ أستاذ محمد بس للتصحيح، حيدر العبادي هو اللي أعلن الانتصار على داعش. لا لا أنا أعرف حيدر العبادي. محمد الشيعي السوداني في فترة توليه أكد خلو العراق من داعش تماما. أنا العبادي بال 2016 لما أعلن ما يسمى النصر وكانت بعدها أكو خلايا وبعدها أكو قتال وكذا ماشي، استبق الأحداث قبل الانتخابات ممكن، لكن السوداني أكد اليوم أنه العراق لا يوجد فيه داعش. طيب ليش إحنا دا نسمع أكو عمليات عسكرية بين فترة وأخرى؟ إذا قال هذا المهم انتبه الكلام، لكن إذا قال هذا دليل على غباء الرجل. بالنسبة للداعش أستاذ محمد، مفهوم السياسة يسموه قواعد اللعبة، فداعش هو لعبة دولية، والبيت الأبيض اعترف بوجود وزيرة الخارجية الأمريكية، قالت بأنه داعش هو احنا من أسسناه، فدول إقليمية أستاذ محمد ودول كبرى. طيب خلي أضيف لك، طيب خلي أذكرك أنت أكيد تتذكر، بس راح أذكرك أيضا وذكر المشاهدين الكرام بمقاطع تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وثقها ضباط في الجيش لحظة إلقاء القبض على عناصر في الحشد الشعبي وهم شايلين أعلام داعش، لبس داعش، وشايلين معهم غباء لعبة ما تفهم، شايلين الهويات اللي تثبت أنهم ينتمون للحشد وأسلحة تم عن طريقها استخدامها لضرب نقاط أمنية موجودة في محافظات عراقية إن كانت ديالى أو غيرها. الحشد ديمارس دور داعش، تتوقع هذا السبب اللي ديأدي إلى استمرار العمليات وإعلان الحشد بين فترة وأخرى؟ أنه صارت أكو اشتباكات، داعش ضربوا المنطقة الفلانية وغيرها، وهم اللي ديقومون بهذا الدور لحتى يأكدون للعالم أنه بعد إلهم حاجة وأكو دور إلهم مطلوب أنه ينفذ في العراق، وبالتالي يستمرون بالوجود ويأخذون رواتب وهس اليوم يريدون تقاعد وغيرها من هالأمور. صار محمد بالنسبة لوجود داعش يخدم مصالح كثير من البلدان والدول، فأيضا يعني أكو دول إقليمية مستفادة من وجود داعش، والدليل يعني أكو يعني هاي سلسلة جبال حمرين هاي موجود بها داعش، وادي حوران موجود بها داعش. زين جاز واحد يسأل يقول شنو بقاهم؟ بقاهم لأجل يعني استمرار المصالح الدولية على هاي. تمام هسه خلاص وصلت الفكرة بهاي الجزئية. بالنسبة للمياه احنا نعرف بأنه المياه سيد محمد أكو تغير مناخ ووجود يعني جفاف، لكنه هذا مو فد مبرر وعذر للحكومة بأنه ما توفر خزين المي. إحنا نعرف بالأشهر اللي مضت يعني رب العالمين أكرمنا بوفرة من المياه، لكنه استفادت هذه الطبقة السياسية اللي جاء تحكم هذا البلد استفادت من خزين الماء لهذه الوفرة المائية. لو يدخل منا الماء ويطلع منا، يا اخي احنا ما عندنا يعني ماكو مشاريع للاستثمار هاي المياه، خاصه مياه الامطار اللي هطلت على الاقل في هذا الموسم. نعم اللي كانت رزق وخير من رب العالمين لكن لم يستثمر بشكل صحيح. شفنا مناطق غرقت وفاضت بسبب سوء شبكات الصرف الصحي، ما عندنا شبكه للاستثمار مياه الأمطار وتحويلها إلى الأنهار أو تغذية الأراضي اللي بيها آبار وغيرها والمياه الجوفية، أو مثل ما تفضلت محاولة الاستفادة منها عن طريق دعم المخزون المائي للعراق. ما صار هذا الكلام؟ ما صار لأنه إحنا ما عدنا رجال دولة أستاذ محمد، إحنا عدنا رجال أحزاب، فكلهم هم أنت هسه إذا شوف تابع الأخبار كلهم هم هو التحضير للانتخابات، والانتخابات يمتى يا أستاذ محمد؟ عام 26، وإحنا هسه بيا سنة
بداية 24. فيا أخي أنت من ناس 26 عندنا يقول ألف عمامة توقع. زين أنت دخلت لي هسه خلي يشيل هم المواطن عالج لي هاي المشاكل يلا بعدين فك. إذا إحنا ما عندنا رجال دولة يا أخي، إحنا عندنا رجال أحزاب وكل همهم مصالحهم. فلذلك طيب. أنا أختصر لك يعني بالمختصر مفيد البلد بلا رجال دولة. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. ويمكن هذا السبب اللي أدى إلى تمادي دول كثيرة على العراق، اللي أدى إلى استغلال دول كثيرة لضعف هذه السلطة الموجودة وخضوعها وخنوعها للآخرين وولائها لجهات أخرى، وعبروا علينا أو من خلالنا أجنداتهم. ملف المياه مثل ما قلنا ملف قديم قبل الاحتلال بسنوات، لكن لم يجد العراقيون بعد 2003 حكومة استطاعت أن تثبت شخصيتها لهذه الدول، أن تتحاور معهم بصفة الند، أن ترفع مثل ما قال وزير موارد المائية أسبق أنه إيران قطعت علينا الروافد الأنهار مالتنا ويجب أن تدول القضية ويجب أن ترفع الدعاوي إلى المحاكم الدولية لمطالبة إيران بفتح بفتح مجاري الأنهار، لكن ما صار هذا الكلام، ما صار، ماكو، ما شفنا حكومة اليوم تروح تطالب بحق العراق بحصة العراق المائية المنصوص عليها بالدساتير الدولية بالقانون الدولي. ما شفنا هذه الدول ذهبت إلى الحكومات العفو ذهبت إلى الأمم المتحدة أو جلست مع هذه الدول وحاورتها بصيغة الند. لا، والنتيجة اليوم أنه مناطق عراقية تموت من العطش، ثروات العراق الزراعية تموت من العطش، الحيوانية والسمكية تموت كذلك من العطش، والناس بدأت ترحل من الريف إلى المدينة هربا من الجفاف الذي ضرب مناطقها والتصحر اللي ضرب الأراضي الزراعية. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، ملف الخدمات. ناشد أبناء حي الضباط وسط مدينة السماوة في محافظة المثنى، ناشدوا الجهات المعنية من أجل تنظيف أحد المتنزهات في الحي في ظل إهمال الحكومات المحلية لمهماتها المتمثلة بتوفير الخدمات والاعتناء بالمحافظات التي تعمل فيها. دعونا نتابع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي وردت في أو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نداء إلى الجهات المعنية، تعبنا وإحنا نلعب بالشوارع، يعني كل يوم ضربونا سيارة ويجينا واحد يحكي لنا 100 حكاية، بس إحنا خلص يجينا واحدة من الجهات تنظف لنا هاي المنطقة، تعبنا بيها كلها جهود وأذتنا والله، يعني هسه ضغوطنا والله تفلشت من وراها، جاع يعني وسخة إيراد العمال كبار إحنا مو يعني فوق استطاعتنا، يعني هاي الوسطى قدامكم تشوفونها يعني. وهذا منه بعد ما نقدر نقطه الا يعني شغلات وهاي وما نقدر حتى نشيل ايدينا، هواي تروكنا خلصت من عندنا حتى ما عدنا دوار فيها حق. وكل شوي واحد طاب شيء شبيده وراح يخطينا، يعني على قد وفرنا ادوات ننظر بيها دو يجينا واحد عنده شبيده يشيل لنا هالشيء، ليش يعني تتعبون شبابكم وتسووا تجيبوا لنا شيء هاي كله دودو جيعان. مشاهدينا ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. أظهر مقطع مصور حال ملعب الهلال في محافظة المثنى نتيجة الإهمال الحكومي وغياب المتابعة له، لنشاهد. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أحمد يقول: ملعب كلفته نص مليار دينار عراقي، ما بي موظف واحد ولا مسؤول يتحاسب عليه.
في تعليق من محمد يقول: الملعب في عهدة من؟ يتساءل، فأين من ذلك منتدى الشباب والرياضة في الهلال؟ أعتقد من الضروري فتح تحقيق بالموضوع. علي يقول: جميع ملاعب المحافظة محتاجة ترميم وتأهيل. ولدينا تعليق من أحمد حاتم يقول: مهم، لازم بناء ملاعب في كل الأقضية، لأن كل قضاء بملعب واحد لا يكفي للفرق. طيب، هي وجهة نظر. ننتقل إلى يوسف الذي يقول: هو بس هذا الملعب، كل الملاعب الرياضية الموجودة حاليا تعبانة من ناحية، والسبب إهمال وعدم متابعة أو عدم المتابعة، مع العلم المنشآت كلها حديثة. وهناك تعليق من ياسر يقول: بالنسبة للي يظنون أن أهل الهلال هم المخربين لهذا المكان، هذا الشيء أبد مو صحيح. السبب هو إدامة، ماكو ولا أكو رقابة من جهة معينة ولا أكو صيانة. مرة صار بي حريق ولحد الآن ماكو صيانة، وأثناء العواصف طاحت الأسي جمالته وأيضا ماكو صيانة، ناهيك عن الأطفال اللي تدخل بدون وعي وبدون رقيب. فإذا أكو تخريب هو نتاج إهمال الجهة المعنية لهيج مكان رياضي. هكذا أوجز ياسر المشكلة التي يعاني منها هذا الملعب. طيب، لنستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. أستاذ محمد العزيز، أهلا وسهلا أبو أحمد، حياك. والله أستاذ محمد، صار لي كم يوم أنا مختنق، حقيقة مختنق يعني. نعم. فلذلك أعتذر منك، ما راح أتقيد باللي عرفته يعني. تفضل تفضل، إذا أكو شيء حابب تعبر عنه. إي والله إي والله. نعم. فالموضوع مألمني، صار لي كم يوم هذا النائب اللي ما أعرف، ما أقدر أستخدم كلمات بذيئة. أي. يعني بدل ما يفكر بكشف الفاسدين، بدل ما يفكر بإنعاش الشعب من خلال مشاريع، من خلال مستشفيات، من خلال مدارس، يطلع لي يلعن صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. لك أين أنت من هؤلاء الأبطال الذي شاركوا مع رسول الله في معركة بدر وأحد والخندق، ووقفوا معه في كل لحظة من اللحظات؟ من أنت حتى يعني هذا يجب أن لا يقف الشعب عن وقوف يعني ما يصير الحديث النبوي يكون من لم يستطع فلازم على الأقل فبلسانه، ما يصير واحد يعوف لهذا، هذا لازم يتعرض إلى المحاسبة، هذا اللعين ابن اللعين هذا. لا لا، بس دقيقة دقيقة أبو أحمد، حتى لا تكون مثله وتنزل إلى هذا المستوى. أنا ما راح نعم بس أنا يعني خلينا نتناقش، حتى لا الناس تنزل إلى هذا المستوى المتدني. لا ما ننزل، إلى هذه الوحل، إلى هذا الطين، إلى هذا المستنقع. أي ما ننزل. لكن أنا بس أريد أقول، هو مو بس الملامة عليه والعيب عليه، العيب علي جلس معه في هذا الحوار وما ما رد. لا مقدم. يعني تخيل هيئة الإعلام والاتصالات، بعد هاي الجهة الرسمية الحكومية اللي أكو بنود بالدستور محكومة بيها وبالقانون العراقي، اللي يجب عن طريقها محاكمة كل من يثير النعرات الطائفية والفتن بين المجتمع العراقي، ما أوقفت البرنامج اللي طرح به هذا الطرح شهر واحد فقط كعقاب؟ لا هذا مو حل، هذا مو حل. يعني السؤال هو على مستوى الانتهاك للقانون اللي انتهك هذا النائب اللي تابع لإحدى الميليشيات، المفروض يكون العقاب شنو؟ أنا أوقف البرنامج شهر واحد؟ بالضبط. يجب أول شيء اسمح لي أستاذ محمد، أولاً يجب طرده من المجلس النواب، لأن هيك الشخصية ما يشرف أي عراقي حر أنه يمثله، لأنه إحنا في بلد يعني واحد ميليشياوي تابع القيس الخزعلي، يعني شو تريده يطلع مثلاً؟ لا أستاذ محمد، مو كيف هو هذا. إحنا أما يعني هاي الدولة لازم تنتبه لهذا الموضوع إذا كانت هناك دولة. نعم. لأن أنا فعلاً اسمح لي يعني مخدنك. نعم. صار لي 3 أيام 4 يعني كلش متأذي من هذا الموضوع. حقك. أقول له من وراءكم أنت؟ حقك والله أستاذ محمد، أقول له من وراءكم أنتوا؟ إحنا برك الدماء ما زالت لم تجف في العراق، اشتردون بهاي السوالف أنتوا. يعني أنت تجي تتعرض إلى صحابة رسول الله الكرام، ذول اللي كانوا مع رسول الله رضي الله عنهم أجمعين في أشد المحن، في أشد الأوقات، هم ونساء رسول الله. ومن وراك أنت حالك حال ياسر الخبيث؟ طبعاً على فكرة هو حب حتى يبرر اللي قاله، أنه يقول لك أنه هذا ضمن عقيدتنا. هذه عقيدة المنحرفين. بس اسمح لي، هذه عقيدة المنحرفين، فئة ضالة من هؤلاء هم الذين يسيرون خلف عقيدة اللعن. الشيعة في العراق المعتدلين، وهواياكو
ضد اللعن والطعن والسب والقذف. استاذ محمد، نعم استاذ محمد، والله والله هذا نقل عن زياره اسمها زياره عاشوراء، والله العظيم انا منهم وكثير مثلي لا يؤمنون بهذا الكلام. نعم. لانه مستحيل اخلاق اهل البيت اللي هم اخلاق الصحابه يلعنون ويسبون وهم بينهم نسب. يعني الامام جعفر الصادق عليه السلام يقول ولدني ابو بكر مرتين، هل من المعقول يتعرض الانسان الى شخصيه الفاروق؟ يعني الفاروق والى أبو أحمد الصديق. انت حبيت تعبر عن رايك وعن اللي بداخلك، ونرجع ونقول هذه النماذج، هذه النكرات اللي تحاول ان تشوه صوره الاسلام، اللي تحاول ان تطعن بصحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم جميعا ان شاء الله، بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين، ذولا ناس حسابهم عسير عند رب العالمين. احنا بالنهايه ان يعني ننبه اللي عنده ضمير، اللي عنده حس وطني، اللي عنده بعد ايمان في داخله من هؤلاء اللي موجودين في السلطة إذا كان عندهم هذه المواصفات، أنه يطبقون أقصى العقوبات إذا كانوا هم صادقين أنهم يريدون عراق واحد موحد للجميع، على هؤلاء الإمعات اللي دي يحاولون يفرقون بين المجتمع عن طريق طرح المواضيع اللي تثير الفتن والنهارات. أنا أعتذر خرجت عن موضوعكم ترى وتوتر. لا لا عادي ولا يهمك، شكرا أبو أحمد بارك الله بك من بريطانيا. وتوتر فئة ليست بقليلة من المجتمع العراقي، توتر أهل السنة والجماعة اللي موجودين في العراق، تثير غضبهم وحفيظتهم، ويعني يحاولون يرجعون العراقيين إلى مربع الطائفية اللي اخترعوه، اللي بيدهم اللي حملت السلاح سفكوا دماء السنة والشيعة ووقعوا الناس ببعضها، يريدون يرجعون إلى هذا الطريق حتى يتمكنون أكثر. فرق تسد، هذه هي النظرية التي عملت عليها أمريكا و تعمل عليها إيران عن طريق هؤلاء. الخزعلي منه؟ صادقون من أمه؟ مجموعة من الميليشيات، من العصابات، قطاع الطرق، سراق المال العام، تجار المخدرات، فككوا مصفى بيجي وباقو، ذولا الحرامية هم ذولا. هذا علي تركي الجمالي ما شو اسمه، واحد بوق من هذه الأبواق العفنة اللي تظهر على وسائل الإعلام، هو ظهر في قناة الخزعلي أصلا، تمام، حتى تعكس ضحالة المستوى، الحقد الطائفي، تغذية إيران لهم لعقولهم العفنة، وعكس هذه الأفكار وعكس هذه الكلمات يعني اللي مليئة بالسموم عن طريق وسائل الإعلام حتى يثير النعرات بين المجتمع. فإحنا يفضل أنه هاي الحشرات البشرية نشمرها ونركز على ما هو أعم، كيف يمكن للعراق أن يخلص من هؤلاء وينتهي من هؤلاء الفاسدين القتلة المجرمين مثيري الفتن. يجب على المواطن العراقي أن لا يركز مع ما يطرح هؤلاء بقدر ما يركز مع الصورة الأكبر، اللي هي كيفية خلاص هذا البلد اللي استباحوه هؤلاء من هؤلاء، وعودته إلى الطريق الصحيح، طريق التنمية والبناء الحقيقي، حتى يصبح بلد يستطيع أن يصف ابنه أنه هذا بلد، هذا أنا مواطن عراقي وأفتخر. لكن حاليا في ظل هذه الظروف صراحة العراق يسير في نفق مظلم وفي يعني نحو الهاوية بشكل متسارع. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، إلى ملف الطرق والجسور. وثق مواطنون من العاصمة بغداد ظهور تشققات على مجسر قرطبة الذي تم افتتاحه حديثا، حيث كلف الدولة العراقية مبالغ كثيرة، وانتقد عراقيون الفساد وسوء التنفيذ الذي يسيطر على معظم المشاريع الخدمية بالبلد. وهنا نريد أن نضيف نقطة أو نتحدث عن جزئية ربما يتوهم بها البعض وربما يخدع بها كثيرون، ألا وهي حكومة الخدمات. هذا الشعار الذي رفعته حكومة محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء الحالي، التي انبهر بها البعض وقال نعم نحن الآن نسير على الطريق الصحيح، السوداني يعمل وهناك منجزات وهناك شوارع وتوسعات للطرق وبعض المجسرات ومن هذه الأمور. السؤال الأهم، هل مشاكل العراق تتعلق بالطرق والجسور وتعبيد الشوارع فقط؟
هل القضاء انتهى من مشاكله وفساده؟ هل الوضع الأمني في العراق مستتب ومستقر؟ هل تم حصر السلاح بيد الدولة؟ هل تم معالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العراق؟ هل تم معالجة أزمة الكهرباء أو أزمة المياه أو أزمة قطاع الصحة أو قطاع التعليم في العراق؟ إلى الآن العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن 8000 مدرسة بحسب وزارة التربية. إلى الآن مشروع 14 مليار شجرة اللي طرح عن طريق وزارة الزراعة لم ينفذ. إلى الآن العراق الذي أنفق أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء لا زال أو ما زال يعاني من أزمة نقص الكهرباء. إلى الآن رغم كل التصريحات التي خرجت من وزراء الموارد المائية، لكن العراق هناك شحة كبيرة يعيشها في كثير من المحافظات العراقية بسبب نقص المياه. القضاء العراقي موصوف بأنه قضاء مسيس وفاسد باعتراف داخلي من قبل مسؤولين وباعتراف الأمم المتحدة. طيب أين هي الخدمة؟ أين هو النجاح الحقيقي لرئيس الوزراء الحالي؟ خلونا نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام ونعود. بلا زحمة يا بل المهندسين، وينهم المهندسين؟ يقدر واحد يجاوبني شنو هذا اللي قاعد يوقع من مجسر قرطبة؟ مو ذاك اليوم انفتح جديد، قاعد يوقع من الصب مال هاي باوع، قاعد توقع من عنده وصل وكله فطر. يا ريت واحد من المهندسين يجاوبني، لان انا مو مهندس. هسه يقولوا لي انت مهندس شو معرفك، بس هذا قاعد يتفلش، قاعد يوقع من الصب الكونكريتي، قاعد توقع وصل من عنده، شنو السبب؟ بلا زحمة يا بل المهندسين، وينهم المهندسين؟ يقدر واحد يجاوبني شنو هذا اللي قاعد يوقع من مجسر قرطبة؟ مو ذاك اليوم انفتح جديد، قاعد يوقع من الصب مال هاي باوع، قاعد توقع من عنده وصل وكله فطر. طيب نستمر مع هذا الملف مشاهدينا وننتقل إلى مقطع آخر. إذ اشتكى أهالي قضاء عفك، كما قلنا لكم في بداية الحلقة عفك ستكون معنا متواجدة أو موجودة ضمن هذه الحلقة بكثرة. أهالي قضاء عفك اشتكوا من عدم الاستجابة لهم من قبل الجهات المعنية من أجل توفير الخدمات وصيانة الطرق والجسور. دعونا نشاهد. الآن من قضاء عفك قرية آل بريسم، شوفوا هذا الجسر بعد ما ملوا ويأسوا من الحكومة أنه يسوي لهم جسر، جابوا هذا مال لوري، شوف مال لوري، اقترب لي اقترب، هذا مال لوري، شوفه هذا لوري، شلون هذا يفتحون اللي يجيب كم؟ لفوق لفوق. ها؟ ايه. ما يفتح ذني؟ ايه. فالو. افتح لنا افتح لنا الجسر. دير بالك بايسكلك خال. هذا الجسر في محافظة الديوانية قضاء عفك قرية آل بريسم، هذا يأست الناس وملت من الحكومة انه تسوي لهم جسر. جابوا هذا اللوري بدي مال لوري وسووا جسر، هذا شوف الجسر، هذا جسر احنا بنقول الديوانيه منكوبه، منكوبه فعلا، فعلا منكوبه فعلا. شوف هذا الجسر، شلون هذا، هذا بدي مال لوري، شوف بدي مال لوري، هذا بدي مال لوري، شوف هنا على الشارع العام السايدين، قريب على مدرسة قريب طريق عفك آل الدير المختلطة. هذا هذا قبل ايش قد سويته؟ صار له 4 سنوات. الحكومة تقول لهم سووا جسر، ما يسوون جسر. هذا لوري، هذا لوري سووه، بعد ما اللوري سووه جسر، هذا ما يسدون. تعبر على سيارات هذا؟ ايه ايه. شوف شاون الميزانيات، التريليونات مال الديوانية، ميزانيات عفك السابقة الانفجارية، وين؟ وين الانفجارية؟ هذا ميزانيات عفك وين السابقة؟ يا المسؤولين يا النزاهة، لوري بود مال لوري، حق هالناس عمتي سووا حل، وفعلا سووا حل. لا تبقى ويا الحكومة 20 سنة ما يسووا لهم جسر. هسه هاي صار لهم 4 سنوات من خلوا هذا. يا حكومة تدرى عنهم، من يسأل عنهم، يا محافظ يا مسؤول، اجت مسؤولين مدراء وكل شيء جو العفج، من يسأل من يدري بي هذا؟ وينك متابعة؟ وينك حكومة؟ هاي قدامكم، ها
هذا الجسر قدامكم مع اللوري هذا شوفه هذا يفتحونه منها ويعبرون عليه قرية آل بريسم قضاء عفك محافظة الديوانية المنكوبة هذا شوفه مع اللوري بدي مع اللوري شوف بدي مع اللوري ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر ضمن نفس هذا الملف وإلى محافظة بابل ننتقل معكم حيث أظهر مقطع مصور حال بوابات بابل بعد أقل من عام على الانتهاء من الأعمال بها وافتتاحها في مشهد يعكس حجم الإهمال وغياب المتابعة في تنفيذ المشاريع بالمحافظة دعونا نشاهد سوي لي هاي الآثار سوي لي هذا النوع مال الصبغ اللي يشتغلوا به هذا هاي البوابه العظيمه تعال سوي لي منها تعال 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 سوي لي هاي البوابه العظيمه طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم احنا متواجدين بالبوابه اللي باتجاه القاسم وباتجاه الحمزه وباتجاه هذه الطريق الديوانيه وهاي البوابة اللي قاعد تشاهدوها أنا عندي مجموعة أسئلة أوجهها للي ينفذوا هاي البوابة أولاً باوعتوا هسه على بساطة هذه البوابة لو شوف فوق لو شوف فوق بدأ يعني الحديد يتصدى يطلع للخارج بهذا المنظر اللي قاعد تشوفوه هذا رقم واحد رقم اثنين شفتوا هذه المناطق اللي أنا صورتها ببداية الأمر وهذا التصميم يعني مع فاق احترامي وتقديري للي صمموا هاي البوابة والبوابات الأخرى تصميم لا يليق بمحافظة بابل وتاريخ محافظة بابل ويا هذا الوضع اللي قاعد نشوفه شوفوا الأتربة وشوفوا الوضع وشوفوا الألوان اللي عاديها لهذه البوابة السؤال هنا أنا مرة خصتك تعالينا السؤال هنا أنا. بوابة عشتار اللي آثار بابل على مدى سنوات تم تصميمها تروح تشوفها كأنه البارحة مصمميها كأنه البارحة مشتغليها ليش على التقنية المشتغلين بيها وعلى النظافة وعلى المواد وعلى وعلى هواي أمور احنا ما نريد نقارن بهاي المقارنة بس نفطر بعض الأحيان نسوي مقارنات شنو السبب اليوم نباوع هاي البوابات نصفت عليها هاي الفلوس وما أدت فد غرض اللي المواطن يريده لذلك احنا من خلال هذا الفيديو نريد نوجه رسالة بسيطة للحكومة المحلية اخوان بالحكومة المحلية عندكم اموال هاي الاموال بالايام القادمة اللي تريدون تطوها لجهات او لشركات حاولوا تشوفون هاي الشركات عندها اعمال مماثلة عندها عمل جيد مشتغلين بغير محافظات هي مو قضية اليوم تعطي الفلوس لشخص وهذا الشخص يروح ينفذ لك المشروع شلون ما كان وبالاخير هذه المشاريع اللي شفناها ليش؟ هاي يتحملها الحكومه اللي صرفت الاموال على شركات وعلى ناس مو اختصاصها هذا المجال، انا اسال سؤال اللي اشتغل هاي البوابات مشتغل بوابات سابقا بغير مكان عنده تصميم بغير مكان كان يجي يراوينا الاعمال المماثله اللي اشتغلها، بس هاي اموال تنطعي وتروح. هذه الرساله من خلال هذا المكان من هاي البوابه مشاريعنا الجايه شوفوا شركات معتبرة قوية عندها تصاميم عندها أفكار عندها مهندسين حتى يطلعون بابل بالشكل اللائق لأن عندها أموال وحرامات الأموال أيضا تروح بمثل هذه البوابات وغير هاي البوابات المشاريع الموجودة بمحافظة بابل أن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع كاظم الربيعي يقول هاي مو بوابة بابل هاي بوابة الفساد وهدر الأموال هذا دليل على هذا الدليل كل اللي يسأل أين الأموال صرفت الجواب على مشاريع تافهة صرف أموال الموازنات وما أعرف ليش ما حد جاي يفتح هاي الملفات تعليق من أبو سارة الجبوري يقول أين الرقابة على المشاريع هذا كلف المحافظة أموال هناك تعليق آخر من علي يقول سرقة وفساد مالي وإداري حسبي الله ونعم الوكيل ضمن التعليقات من سيد حيدر أبو محمد يقول خلاص العمر وإحنا بس نناشد ونسأل
والحل ما بي مشروع والحلة عفوا ما بيها مشروع صحيح والله ملينا. في تعليق من نجاح يقول أو تقول: كارثة الفساد أو كارثة الفساد نخر البلد، حسبي الله ونعم الوكيل. آخر تعليق لدينا مشاهدينا الكرام من عمار يقول: أيقنت أن كل المشاريع في هذا البلد لن تصبل منال. بوابة محافظة أو بوابة محافظة وواجهة حضارة تاريخية بهذا الشكل. طيب، كانت هذه بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى محافظة النجف. اشتكى ناشط من أبناء محافظة النجف من فساد الأحزاب الحاكمة وهيمنتها على الأراضي والممتلكات العامة ونهب خيرات البلد في المحافظة. دعونا نستمع ونشاهد. محمد الشيعة السوداني والإطار التنسيقي وأولاء تنسيقي وكل واحد حكم العراق لأكثر من 20 سنة اجى من أجل نهب خيرات البلد وتصدير نفطه وتهديم الدور والأراضي وسرقة أموال الفقراء والمساكين، واليوم جاي أنت تيجي تصير قائد قومي برأس هاي الفقرة بهاي التجاوزات اللي شيلتها من الشمال إلى الجنوب، على أساس حتى شنو يستثمر يجي يأخذ الأراضي ويدفع أو ما يحتاج يدفع، لأن هو ملكم بيكم، لأن أنتم استوليتوا على الأراضي والمستثمر مالتكم ملكم بيكم. اليوم خلي يعرف حقيقة الشعب العراقي، خلي يعرف الحقيقة العالم بأكمله بأن حكم العراق هو حكم فاسد دكتاتوري إجا اليوم من أجل نهب خيرات البلد وعلى أساس يثبت وجوده، بس يثبت وجوده بمن؟ مو بالحرية ولا الديمقراطية، وإنما بالدكتاتورية، بالقمع، بالقتل، بالسلاح المنفلت. واليوم قاعد أشوف محافظة النجف الأشرف، اليوم العتاد الحي أو الرمل لا عشوائي وإنما المتعمد على الفقراء والمساكين والمتجاوزين، والله عيب واحد يقول متجاوزين، لأن ذولا مضطرين ما وفروا لهم السكن، بس الإيراني والهندي والباكستاني إلى حق يتملك بالعراق، بس هاي الفئات ما تتملك، لكن ما تدوم الواحد اليوم مباشر عقبه ما تدوم لكم، لأن أكو ناس إن شاء الله أحرار الطالب بحقوقه وبأرضها وبوطنها اللي ما باعتها ولا باعت غيرتها ولا شرفها، وإنما راح تظل الطالب لآخر نفس بحياته. اتركوا الناس الفقراء، اتركوا الناس يجي يوم ترى هذا يصير بركان وبركان غضب، والله العظيم ما تقدرون بعد وما تعرفون وين تصيرون وين تروحون. وخلي تفيدكم هاي الميليشيات اللي مسيطرين عليها واللي هي قاعد تحكم البلد ومسيطرين بها انتم، إلها يوم ما تبقى بهذا البلد. استمرون مع هذا الموضوع ومع محافظة النجف مشاهدين الكرام. ناشط آخر من النجف انتقد ضعف أداء المحافظ الحالي وطالبه بتوفير الخدمات ومتابعة المشاريع ومحاسبة الفاسدين، كما أجمع مراقبون أيضا على أن المحافظ الحالي هو أداة بيد الأحزاب والجهات التي قامت بتنصيبه وينفذ ما يؤمر به من هذه الأحزاب. لنستمع. سيادة المحافظ يوسف قناوي، مو قلت لك حرك شوية روحك، سوي لك حركة، سوي لك أكشن، صدق كذب، ما خلصت الفواتح، المشيات، الأمسيات، أمسيات رمضان خلصت، والأمسيات ورا رمضان خلصت، ومحرم راح يجي، وتقضي لابس أسود وتلطم وتسوي تمن وقيمة. أنا أعرف البرنامج مالتك، اليامتة الإداريين الآن انقمعوا بالسجون يريدون حقوقهم، عمال النظافة صالهم أشهر 170,000 وما مطين الأجور، ماكو يقولون بلدية النجف، وبلدية النجف أكو 30 مليار، موازنة بلدية النجف مو موازنة الخاصة، رصيدها الآن موجود 30 مليار، ليش ما يطوهم؟ عمال النظافة صفقوا صلوات مجلس المحافظة صوتنا وهمين مطيتوهم القطعة، والله احنا اتو العتبة مشكلة، انه بتجي للعمال نقابة العمال همين القطعة مالتهم حددتوها واختفت، الصد الاول همين حددتوها 4000 موظف واختفت، شنو السالفة؟ هسه مجلس المحافظة رقابي تشريعي وايضا الاخوة في البرلمان، انت تنفيذي الحكي يمك، انت ابو الدخل، انت ابو الامنية، الصاية والصرماية والامن والاقتصاد وكل وضع المحافظة النجف بيدك. يا سيادة المحافظ، ك
كابي واجبات، كابي فواتح، كابي امسيات. افتح الفيس بالليل يومي زارنا المحافظ وذهب المحافظ وجانا المحافظ كابي على العين والراس كل عشارنا وعوالنا الكريمة اللي قاعد تدعيك. بس انت كابي خلي وقت للناس المستقلة، للناس البسطاء، للموظفين، لأصحاب الدخل المحدود. شوف عرصات الناس، شوف مشاكل الناس، ولدنا بالسجون، انقنع معاو، انبسطاو. كابي يا سيادة المحافظ سكتنا سكتنا، مو عبالك مقرب فلان وعلان يحموك. لا ابو زين وغير ابو زين راح ياديك بالاعلام. انا اقول لك والله العظيم هذيك، انا اقول لك بالاعلام وبالحق. شنو اللي سويته؟ شنو اللي قدمته؟ محافظه قاعد تنهار يا سياده المحافظ، قاعد تنهار. ما عندك خبره اداريه ولا شخصيه تفرضها. نصل معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعه والى اللقاء.